بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أشرف الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع فيديو جديد في مدونة التعليم المجاني. صفحتنا على الفيسبوك بطبيعة الحال بإمكانكم متابعتنا من هنا، وكذلك عبر الموقع protein.com من هنا، حيث تجدون جديد وكل ما نقوم بطرحه يوميا في هذا الموقع. اليوم عن نظام تشغيل ويندوز 10، فبعد المفاجأة التي خلقتها مايكروسوفت بطرحها لنظام تشغيل ويندوز 10 وتجاوزت شيء كنا ننتظره اسمه ويندوز 9، فليس هناك شيء اسمه ويندوز 9، فقط ويندوز 10. بطبيعة الحال كانت هناك متابعة منا لمؤتمر سان فرانسيسكو، حيث تم عرض يعني الإعلان عن نظام ويندوز 10، وقمنا الليلة البارحة برفع روابط تحميل هذا النظام وشرح كيفية تحميله من الموقع الرسمي وكذلك بالسريع. اليوم سنقوم بعمل تطبيق لذلك الشرح النظري. ستجدون رابط هذا الموقع الذي هو موقع مايكروسوفت، هذا الرابط بالضبط ستجدونه أسفل الفيديو. تنقرون على CNN من هنا، يجب أن يكون لك حساب في المايكروسوفت الأوتلوك أو الهوت ميل، يعني حساب سهل تقوم به. إذا لم يكن عندك تضغطون يعني على create new account وتقوم بإدخال الأكاونت الخاص بك. أنا سأقوم الآن بإدخال الحساب الخاص بي ثم أقوم بكتابة كلمة السر ثم أضغط على CNN أو login. كما تلاحظون هنا يقول لك be a part of every step و get started. هنا ستضغط على get started join the Windows Insider program يعني معاينة النسخة التجريبية من الويندوز 10. نضغط هنا على get started من هنا، ومباشرة تضغط هنا على join now. بعد الضغط على كلمة join now كما تلاحظون هنا يعني مجموعة من البرايفسي وسياسة الخصوصية، يعني سنقرأها كاملة، ثم نضغط على I accept. كما يقول لك هنا هنيئا لقد انضمت إلى يعني مايكروسوفت انسايدر. نضغط هنا على انستال تكنيكال بريفيو من هنا. اوكي، ثم بعد ذلك تهبط الى اسفل كما تلاحظ، تاتي وتهبط الى اسفل. النسخ المتوفره فقط هي بالانجليزيه وبالتشاينيز وبالبرتغيز، يعني باللغه البرتغاليه والانجليزيه والصينيه فقط. بطبيعة الحال كما تلاحظون هنا في الأعلى هذا هو المفتاح الخاص بي، هذا هو مفتاح التفعيل الخاص بي، تعطي لك الشركة مجانا في النسخة الآن مجانية. ثم تحمل هل نظامك 32 أم نظامك 64. بطبيعة الحال هناك حلقة لمعرفة كم هو نظامك والطريقة سهلة جدا. إذا نضغط هنا على تيليشارجي أو داونلود باللغة الإنجليزية، نحمل النسخة 32 فهي أفضل قليلة المشاكل. ثم بعد ذلك نضغط على ستار داونلود فيبدأ في التحميل، وسرعة الموقع يعني جيدة جدا نظرا لأنه هو الموقع يعني يحمل بشكل جيد. يمكنكم التحميل منه بدل ملفات الطورنت التي هي غير آمنة تماما. أوكي، نحمل الملف. بعد أن نحمل الملف نأتي ونضعه على سطح المكتب. هذا هو الملف كما تلاحظون، ملف ايزو بامتداد ايزو. ستقوم ب يعني يجب ان يكون عندك باور ايزو او دايمون تولز برو او نسخه مجانيه او اي برنامج لي يعني يفتح ملفات الايزو. بعد ذلك تاتي الى تفتح مثلا الباور ايزو الخاص بك ثم تضغط هنا على اوبن كما تلاحظ، تضغط هنا على اوبن وتأتي حيث وضعت ملف الويندوز حين أي الذي حملت، وهذا هو. أنقر عليه نقرتين هكذا، ثم بعد ذلك أضغط على Extract لفك الضغط عن الملفات Extract، ثم أختار أي
ملف في الحاسوب لكي يقوم لأضع فيه هذه الملفات التي سأقوم بفك الضغط عنها. مثلا نختار هذا القرص ثم نضغط على أوكي ثم أوكي. الآن سيبدأ في نقل الملفات ووضعها في ذلك القرص. العملية ستأخذ من 5 إلى 10 دقائق حسب سرعة حاسوبك. إذن نأتي لتنصيب الملفات. كما قلت لكم فهناك طريقة جديدة في التنصيب دون لا حاجة إلى USB أو DVD أو حرق هذا الويندوز على أي DVD، فقط من الإقلاع والتنصيب من داخل النظام الذي أنت تشتغل عليه بطبيعة الحال. هذا هو النظام منصب على حاسوبي في هذا الشكل، سبق لي وأن جربته لمعدة ساعات. الآن سندخل إلى الملف الذي كنا قد استخلصناه من الملف الآيزو الذي استخرجنا منه ملفات التنصيب. نأتي إلى الملف المكتوب أو الملف مكتوب على سيتاب، ننقر عليه نقرتين بزر الماوس. بعد أن تنقر عليه نقرتين ستنتظر فقط قليلا بضع ثواني، ثم بعد ذلك ستنقر على يس أو وي أو نعم حسب لغة النظام عندك لكي يبدأ البرنامج، عفوا لكي يبدأ النظام في التنصيب بشكل سهل ودون أي مشاكل، فقط يعني خطوات بسيطة جدا. نيكست 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 إلى أن ينتهي التنصيب، لن تكون هناك أي صعوبات. نضغط على انستال ناو. كما تلاحظون هنا فتأخذ النظام من الشاشة لكي يتم التنصيب بكل سهولة. ما عليك سوى أن تنتظر قليلا أن يقوم بنسخ ملفات النظام، وستأخذ هذه العملية فقط بضع ثواني. الآن سوف يظهر معنا يعني الشيء الأهم الذي سنقوم بخلاله. الآن هذه المهمة هي التحديثات. ما عليك سوى أن تضغط على الخيار الأول أو تختاره الخيار الأول كما قلت لك لي تنزيل التحديثات بسرعة، ويعني ستأخذ منك 10 إلى 20 ثانية لكي تقوم بهذه التحديثات. ثم بعد ذلك سيقوم بنقلك لي يعني الخيارات يعني للموافقة على شروط الخدمة، ستوافق عليها بالضغط على I accept. فقط ننتظر قليلا، هي كما تلاحظ نختار الخيار I accept the license terms، ثم بعد ذلك تقوم بالنقر على كلمة next وتتجاوز هذه الخطوة للخطوة المهمة، وهي إما أن تقوم بتنصيب هذا النظام على القرص سي وتحتفظ بالملفات الموجودة على السي، أو تقوم ب يعني عملية فورمات للسي. والأفضل أن تقوم بعملية فورمات للسي. إذا كانت عندك أي ملفات مهمة قبل أن تقوم ببدء هذه العملية قم بنقلها إلى دي أو أي قرص آخر. كما قلت لك سنختار خيار ثاني لأنه أأمن وأفضل وللمحافظة على الملفات الموجودة في الأقراص الأخرى حتى لا تضيع لنا الملفات. قد يظهر معك هذا الخيار في شكل آخر، ستجده نفس الكلمات ونفس المعلومات مكتوبة في هذا الجانب. إذا نختار الخيار الثاني وننتقل إلى يعني القرص الذي سيظهر أمامنا، سيظهر جميع الأقراص الموجودة على الحاسوب. أنا لأن هذا الحاسوب فيه فقط قرص واحد يظهر في هذا الشكل كما تلاحظون، هذا هو القرص الوحيد هو قرص السيستم. أنت عندما ستخرج لك مجموعة من الأقراص ستختار قرص الذي منصب عليه النظام السابق، مثلا ويندوز 7 أو 8 أو أي نظام آخر. عند اختياره تقوم بالتأشير عليه فقط ثم تضغط على Next، وبعد ذلك سيبدأ يعني تنصيب نظام الويندوز 10 بشكل أوتوماتيكي ودون أي مشاكل كما تلاحظون، كما هو موضح في ويندوز 7 وويندوز 8. إذن كما تلاحظون الآن التنصيب يسير على نحو جيد ودون أي مشاكل. ما عليكم إلا أن تتركوا هذه العملية تتم، وستتم بإذن الله دون أي يعني مشاكل، فقط عملية أوتوماتيكية، فقط أنت تنتظر أن تنتهي من التنصيب. بعد ذلك سوف يقوم الحاسوب بإعادة تشغيل نفسه بشكل أوتوماتيكي، ثم ستقلع هذه النافذة في هذا الشكل، وبعد ذلك سيقوم الحاسوب وكما هي العادة في تنصيب النظام الويندوز سواء XP أو 7 أو حتى الويندوز 8، سيقوم بإعادة تشغيل نفسه عدة مرات دون أي مشاكل دون أي تدخل منك، يعني طريقة عادية في التنصيب. سنترككم لكي لا نضيع أوقاتكم ثم نعود لكم بعد أن تأخذ هذه العملية، ستأخذ بعض الوقت. بعد إعادة تشغيل الحاسوب مرة أخرى ستظهر معك هذه الخاصة باللغات ويعني يعني الجهة المتواجد فيها أنت.
ستقوم بملء هذه البيانات بما فيها الدولة التي أنت فيها واللغة الكيبورد أو لوحة المفاتيح وكذلك اللغة المستعملة في الحاسوب وتوقيت المدينة أو الدولة التي أنت فيها. بعد أن تنتهي من ملء كل هذه البيانات كما التي هي موضحة وسهلة وكما هي العادة في تنصيب نظام الويندوز، الآن نقوم بإدخال التوقيت المدينة التي نحن فيها وهي كازابلانكا في دولة المغرب. بعد ذلك بعد إنهاء هذه العملية نضغط على كلمة Next لكي يقوم بنقلنا إلى هذه الواجهة الجديدة. ما عليك إلا أن تنتظر قليلا هنا يعني ما أن تقوم باختيار هذه الإعداد والإكمال كهو موجود إعداد يعني عادية أو تضغط على Customize كما تلاحظ نضغط الآن على Customize ثم نقوم بتعديل الإعدادات كما يحلو لنا. هذه الإعدادات يعني أنت يعني في شبكة برايفت أو شبكة أو في الهوم أو هنا إعدادات الأبديت الخاص بالنظام، هل يعني التحديد كيف سيكون؟ يعني مجموعة من الإعدادات الخاصة بالبرايفسي والأبديت ومجموعة من الأشياء بإمكانك التلاعب بها كما تشاء وتعديل فيها كما تشاء. هنا بالنسبة للتشيك أونلاين سولوشن يعني بإمكانك أن تعدل عليها وكذلك مشاركة الملفات مع مجموعة من يعني الإعدادات التي بإمكانك خاصة بك وبإمكانك يعني التلاعب بها كما تشاء. وما علينا إلا أن ننتظر الآن قليلا كما هو موضح. إذن بعد ذلك تقوم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك كما هو موضح هنا، أنا أقوم الآن بإدخاله. بعد أن نقوم بإدخاله نقوم بكتابة الرمز السري لهذا البريد الإلكتروني ونقوم بالضغط على Next. في حالة إذا لم يكن عندك ولم تكن تهتم بهذه الخطوة I don't have an account ثم تتجاوز هذه المرحلة التي هي ليست مهمة بشكل كبير جدا، نضغط على Next لكي ننتقل إلى المرحلة الموالية. المرحلة الموالية هي مرحلة التحقق من هل أنت صاحب هذا البريد الإلكتروني الذي أدخلته. إذا كنت أنت صاحبه وتريد أن تثبت ذلك ما عليك إلا أن تتحقق إما عمرا أن يرسل رقم سري عبر الهاتف تقوم بإدخاله ثم عبر البريد الإلكتروني. إذا لم تكن تهتم بهذه المرحلة أيضا كما أنا لا أهتم بها ما عليك إلا أن تضغط على I can't do this right now كما هو موضح الآن I can't do this right now ثم تتجاوزها. إذا كنت عندك معلومات تدخلها وتضغط على Next يعني ليست أشياء مهمة كثيرا جدا. بعد ذلك سنأتي إلى المرحلة الأخيرة والمهمة من التسطيب، هذه هي المرحلة المهمة، ننتظر فقط please wait بعد وقت. هذه هي الأخيرة ليست مهمة كثيرا فقط هي أخير لأنها آخر شيء قلت أنها مهمة. هنا إذا كان عندك أي نظام إلى جانب هذا النظام بإمكانك استعاده أو استخراج أي ملفات منه لكي تدمجها مع نظام الويندوز 10 بكل سهولة ودون أي مشاكل، وهي خطوة جديدة اتخذتها مايكروسوفت وهي خطوة رائعة. أنا ليس عندي هذا لا أهتم بهذه المسألة لذا سأقوم بالضغط على كلمة Next وأتجاوزها إلى المرحلة النهائية والأخيرة. هنا شرح لي خدمة الخدمة السحابية لجوجل درايف نتجاوزها أيضا ليس هناك أي مشكل، ليس جوجل درايف فقط للمايكروسوفت درايف خاصة. إذن بعد ذلك وبعد إعادة تشغيل الحاسوب هذه هي الأشياء التي تظهر، فقط بعض الكتابة على الشاشة مع تغير كثير في الألوان مع أخذ وقت كثير، ستأخذ منك وقت كثير بحسب يعني جودة يعني بطء وسرعة الجهاز وما مدى الإمكانيات التي وفرتها لتسطيب هذا النظام. إذن كما تلاحظون Let's Start لم يتبقى إلا القليل لكي تظهر الويندوز 10، هذا هو الويندوز 10 في شكله الجديد وعودة قائمة ابدأ إلى مكانها الطبيعي. الآن سنريكم طريقة تفعيل الويندوز. طريقة تفعيل الويندوز بالمفتاح الذي أخذته كما لاحظت أول عندما قمت بالتحميل أخذت ذلك المفتاح. ستأتي الآن إلى التاسك بار أو البار تاج ثم تضغط عليه بزر فأر الأيمن ثم تدخل إلى الران. بعد الدخول إلى الران تقوم بكتابة الأمر التالي الذي سوف يظهر الآن على الشاشة، ثم بعد كتابته تقوم بالنقر على أوكي أو تضغط على إنتر. بعد ذلك سيظهر معك أين تقوم بكتابة الكي. إذن البرودكت كي ستقوم بإدخاله هنا ثم تضغط على إنتر وهنيئا لك تفعيل الويندوز وهنيئا لك الويندوز 10 الجديد. إذا كان هذا هو فيديو اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم ولا تنسوا الاشتراك والانضمام إلينا، وفي الحلقة القادمة بإذن الله سنريكم طرق أخرى لتنصيب الويندوز ونريكم أيضا كيفية التعرف على خصائصه أكثر وكيفية استعماله بشكل جيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.